السلام عليكم، اهلا بكم في قناتكم الجديد. لا تبخلوا علينا بالاشتراك والضغط على زر الاعجاب، اضغطوا على زر الاعجاب من فضلكم وصلوا على رسول الله. وقع منتخب الجزائر في دوامات كبيره نتيجه الخيارات الخاطئه للمدرب السابق الذي جعل الخضر يتخبطون في فشل كبير، الى غايه وصول فلاديمير بيتكوفيتش الذي اعلن حاليا عن عدم رضاه على المستوى السيء الذي يقدمه ماندريا مع المنتخب الجزائري، ليستدعي هذه المرة حارس مرمى منتخب سويسرا عبد الله العيداني الذي قرر التراجع عن تمثيل سويسرا من أجل الانضمام للمحاربين. ويتميز الحارس عبد الله العيداني بالقوة الجسمانية والارتقاء عاليا وإخراج الكرات وإبعادها بطريقة مذهلة، خصوصا وأن طوله 195 سنتيمترا. وقد ولد في 26 أفريل عام 2003 وعمره حاليا 21 سنة فقط، ويبدو بأنه سيكون الحل المناسب لحراسة مرمى الجزائر. لا تبخلوا علينا بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب، وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.